السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. الفيديو ده هتكلم فيه على جدول المراجعة النهائية بخصوص مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة، وإن شاء الله عاوزين ندخل المادة ديت نقفلها. محدش يستغرب بقى ويقول ازاي هنقفل الفيزياء، ديت مادة البعبع للثانوية أساسا. حد بيقفل فيزياء؟ في ناس بتقفل فيزياء والامتحان عادي جدا، لو أنت مذاكر هتقدر تقفل وأنت معاك وقت يسمح لك إنك تلم أي حاجة واقعة منك حتى لو أبيض في المادة، هتجيب فيها درجة كويسة إن شاء الله. الجدول ده معمول في 5 ايام، ولكن في ناس ممكن تضغطه في 4 ايام. خلينا كده نشوف يعني ازاي هنمشي عليه وازاي ممكن نضغطه في 4 ايام. مبدئيا اول يوم عندنا هنذاكر فيه الاتي: هتذاكر الفصل الاول من المنهج والفصل الخامس. الفصل الاول اللي هو التيار الكهربي وقانون اوم وقانون كيرشوف، هتذاكر النظر ورسومات والقوانين اللي موجوده في الفصل ده، بالاضافه لانك هتحل 10 مسائل من الامتحانات، من امتحانات يعني السنوات السابقه على الفصل ده. هتقول لي هجيب منين 10 مسائل؟ هتلاقيني سايب لك كده في اول كومنت اسفل الفيديو امتحانات السنوات السابقه من سنه 2006 لحد سنه 2015، الدور الاول والدور الثاني بالاجابات، ومعاهم الثلاث نماذج بوكلت بتوع السنه دي اللي الوزاره نزلتهم بالاجابات. مالكش حجه يعني في موضوع الامتحانات، الامتحانات والاجابات هتلاقيها في اول كومنت. فهتحل 10 مسائل كده. المسائل بتاعت الفصل ده مهمه، يعني مسائل قانون اوم ومسائل كيرشوف لازم يجيب لك حاجه منهم، بالاضافه لانك هتحل أسئلة الكتاب المدرسي اللي موجودة على الفصل ده. هناخد معاها الفصل الخامس وأول فصل في الفيزياء الحديثة اللي هو ازدواجية الموجة والجسيم، رسومات والنظر بتوع الفصل ده تذاكرهم صم تحفظهم، بالإضافة لإنك هتراجع القوانين وتحل مسائل على الفصل ده. ده يعتبر أكتر فصل في الفيزياء الحديثة موجود فيه مسائل، يعني غالبا كده هيجيب لك مسألة منه وتحل أسئلة الكتاب المدرسي اللي موجود عليه. ده كده بالنسبة لأول يوم في الجدول بتاعنا. تاني يوم هتذاكر الفصل الثاني من المنهج اللي هو التأثير المغناطيسي والتيار الكهربي وأجهزة القياس الكهربي. هتذاكر النظري وقواعد الاتجاهات بتاعت التيار والفيض، دي مهمة لازم نسألك عنها، اللي هي قاعدة اليد اليمنى وقاعدة اليد اليسرى، لازم تعرف استخداماتها كده ازاي بتستخدمها وتحفظ نص القاعدة أساسا بيقول ايه، لأنه هيسألك عنها، بالإضافة لإنك هتحل 10 مسائل من امتحانات السنوات السابقة برضو على الجزء ده. يعني الامتحانات معاك، شوف كده المسائل اللي موجوده على الفصل ده واهمها اللي هي المسائل بتاع الجلفان والاوميتر والفولتاميتر، حل عليها بالاضافه للمسائل بتاعه الفيض المغناطيسي. واسئله الكتاب المدرسي هتحلها برضو اللي موجوده على الفصل ده. هناخد معاها الفصل السادس اللي هو الاطياف الذريه، هتذاكر الرسومات والنظر كويس جدا، تهتم بانبوب كوليدج، بتعرف الرسم بتاعته المطياف، شوف برضو الرسم بتاعته واعرف البيانات الموجوده عليها، استخدامات اشعه اكس تشوفها. المسائل اللي موجودة على الفصل ده بسيطة جدا، هما قانونين أساسا اللي موجودين في الفصل ده. القانون الأول اللي هو بتاع حساب طاقة المستوى في ذرة الهيدروجين، والقانون الثاني اللي هو الطول الموجي للأشعة السينية أو الأشعة المميزة. فشوف المسائل اللي موجودة على الفصل ده، ولو حد عاوز مذكرة للحديثة سواء نظري أو حل مسائل يقول وهقول له أو هسيب له اللينك بتاعها في الكومنتات. بالنسبة لي اليوم الثالث هناخد فيه الباب الثالث من المنهج، هيكون اللي هو الحس الكهرومغناطيسي، فصل مهم جدا يعتبر اهم فصل في الكهربيه اساسا. هتذاكر النظري والوحدات المكافئه. وحدات مكافئه ايه؟ ايه الوحدات المكافئه دي؟ انت دلوقتي لما تخلص الفصل ده اللي هو الباب الثالث في الكهربيه هتكون قطعت شوط كبير جدا، يعتبر خلصت الكهربيه كلها الا فصل، فهيكون معاك كم كبير جدا من الوحدات الفيزيائيه. هتبتدي بقى تحل اسئله على الوحدات الفيزيائيه والوحدات المكافئه ليها، وتشوف كده يعني كل وحده ايه الوحدات المكافئه ليها وبيستخدموا في كلاس ايه، وفي طريقه كده بتستعملوها على الاله الحاسبه مشروحه على اليوتيوب، ازاي يعني تجيب الوحدات المكافئه لكل وحده معينه، اللي هو بيديك مثلا كام وحده كده جمعهم لك في صوره بسط ومقام ويقول لك الوحده دي بتقيس ايه. ففي طريقه تعرف بيها الكلام ده موجوده في فيديو على اليوتيوب. هتحل كمان 15 مساله من السنوات السابقه على الفصل ده. المسائل الموجوده في الفصل ده مهمه جدا، الحس الذاتي، الحس المتبادل، عندك مسائل المحول، مسائل المولد، مسائل المحرك، مهمين جدا اللي هو المحول والمولد اللي هو الدينامو، ومسائل المحرك او الموتور الكهربي، مهمين جدا الثلاثه دول، لازم نجيب لك واحده منهم بالنسبه لك يعني ان شاء الله، بالاضافه لانك هتحل اسئله الكتاب المدرسي اللي موجوده على الفصل ده. هناخد كمان مع الباب الثالث هناخد الباب السابع اللي هو الليزر. الليزر الفصل اغلبه نظري اساسا، ما فيهوش مسائل، اغلبه ايه، هو كله نظري ما فيهوش مسائل، وفصل مهم جدا. اهم الاسئله اللي موجوده فيه اللي هو التطبيقات بتاعت الليزر والمقارنات، يعني موجود فيه كذا مقارنه كده، وانا بصيت في امتحانات البوكلت لقيت المستشار اللي هيحط الامتحان مهتم قوي بالحديثه وعمال يجيب فيها مقارنات، فاهتم بيها، اسئلتها واضحه ومباشره ويعني ما ينفعش تضيعها من ايدك، ما فيهاش لعبه اصلا. ورسومات بتاعت الحديثه تهتم بيها كويس وهتلاقيها في الكتاب واضحه بالالوان والبيانات اللي مكتوب عليها مظبوطه.
اليوم الأخير يعتبر في مراجعة المنهج اللي هو اليوم الرابع، هتاخد فيه دوائر التيار المتردد. الفصل ده مش مكتوب كويس في الكتب الخارجية عموما أو في الكتاب المدرسي، فأنت شوف كده يعني أي فيديو على اليوتيوب افهم منه المسائل بتاعت الفصل ده، وذاكر النظري من أي مذكرة معاك عادي مفيش مشكلة. اللي هو الجزء بتاع الأوميتر الحراري اللي موجود في الفصل ده يعني اهتم بيه، وحل أسئلة الكتاب المدرسي اللي موجودة عليه. هناخد معاه الفصل الأخير في المنهج عموما بقى اللي هو الفصل الثامن اللي هو الإلكترونيات الحديثة، فصل طحن. طحن مش صعب، لا يعني في كمية معلومات كبيرة جدا وبيجي عليه جزء مش قليل في الامتحان، موجود في أنواع البلورات والجزء اللي هو بتاع التطعيم أو إضافة الشوائب تهتم بيه، كل النظر عموما يعني في الفصل ده تهتم بيه. عندك الترانزستور، يعني شوف كده في امتحانات البوكلت اللي نازله هتلاقيه بيقول لك ارسم الترانزستور من النوع كذا، وجابها السنه اللي فاتت سالهم برضه على الترانزستور قال لهم ارسم ترانزستور نوع كذا، او تقريبا كان جايب لهم رسم الترانزستور وقال لهم قول النوع بتاعه، فاهتم بالترانزستور. المسائل اللي موجوده على الفصل ده اهمها المسائل اللي هي بتاعت البوابات المنطقيه، بوابه اند نوت اور، مسائل سهله وما فيهاش اي حاجه وتهتم بيها يعني عشان غالبا ممكن تجي لك. ده كده اليوم الاخير زي ما قلنا في المراجعه. في حاجه بقى اخيره كده ناس بتتجاهلها اللي هو سؤال رسم البياني. السؤال ده بيقول لك اه يا عم ده هو سين وصاد والموضوع سهل وهحله ما فيش مشاكل، لا لازم تحل على الاقل كده 5 مسائل على رسم البياني بخصوص الماده دي. يعني انت كده معاك الامتحانات زي ما قلت لك في اول كومنت هتلاقيها، شوف كده امتحانات السنين اللي فاتت رسم البياني ايه اللي موجود فيه والمسائل بتاعته بتتحل ازاي، لان هو مش بيكتفي انك ترسم علاقه مثلا بين سين وصاد وخلاص، لا بيطلب منك مثلا ميل، والميل ده بتستخدمه في انك بتعوض بيه في قانون معين وتجيب علاقة معينة او مطلوب معين هو عاوزه. فشوف مسائل الرسم البياني وما تضيعهاش لانها بتيجي سهلة. ده كده بالنسبة لليوم الرابع. طب اليوم الخامس هعمل فيه ايه؟ اليوم الخامس بقى عندك الثلاث نماذج بوكلت بتوع الوزارة، هتقعد كده تحلهم لوحدك الاول وبعد كده تشوف الاجابات. يعني انت هتلاقي اللينك اللي انا سايبه لك تحت ده الامتحانات الاول كده موجوده مش متجاوب الثلاث امتحانات، بعد كده هتلاقيه بقى في اخر كام سلايد في البي دي اف هتلاقيه كاتب لك الاجابات. في 49 سؤال موجودين في نهايه الكتاب المدرسه، لو انت فتحت كتاب المدرسه معاك هتلاقي في 49 سؤال. انا مش عارف ليه 49، مش عارف يعني ليه مش 50 سؤال، هم كاتبين 49 ما علينا. يعني 49 سؤال هتلاقيهم موجودين في 3 صفحات في نهايه الكتاب بتاع المدرسه. ذاكر الاسئله ديت لان اسئله مهمه وينفع فعلا تيجي في امتحانات، يعني فعلا ديت اسئله امتحانات مش اسئله عاديه كده وهبله، لا فعلا اسئله ممكن تيجي في الامتحانات وكمان فيها مسائل مهمه. ذاكر ال 49 سؤال دول. كده انا قلت لك المنهج او ازاي تقرأ في 5 ايام. لو انا عاوز اضغطه بقى في الاربع ايام هتذاكر اللي احنا قلنا عليه في الاربع ايام، ولكن مع كل يوم هتاخد صفحه من ال3 صفحات اللي موجود فيهم 49 سؤال من كتاب المدرسه، بالاضافه لانك هتحل فيهم يعني نموذج بوكلت. كل يوم في الاربع ايام هتحل نموذج بوكلت، هتلاقي نفسك مع ثالث يوم في المراجعه بتاعتك خلصت النماذج البوكلت، وكمان كل يوم هتبص في 3 امتحانات من امتحانات السنوات السابقه، ويبقى انت كده ضغطت نفسك في الاربع ايام وما انتش محتاج اليوم الخامس. لو انت مثلا عاوز تطمن شويه انك قدامك يوم قبل الامتحانات يعني تشد حيلك فيه شويه وتحل فيه امتحانات اكتر، اضغط نفسك في الاربع ايام. بس هو ده كده كان نهاية الفيديو بتاع الفيزياء. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، وان شاء الله هحاول انزل لكم مراجعة، يعني هجيب كده اسئلة، يعني هشوف كده اهم الاسئلة اللي موجودة في المادة وانزلها في فيديو هي والحل بتاعها ان شاء الله. واتمنى التوفيق للجميع وان شاء الله توصلوا لكل احلامكم وطموحاتكم، واشوفكم في فيديو جديد باذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.